مساء الخير الأستاذ سي محمد بن سعيد الإعلامي المتميز اللي ما كيبخلش على المواكبة ديالو ديال كل التظاهرات الرياضة سواء بمدينة القصر الكبير أو بربوع الوطن والمملكة المغربية. إذن شفنا راديو فولتير تابعت التعاليق والتقديم ديال الأستاذ محمد بن سعيد داخل رقعة الملعب. دابا راديو فولتير شغوفة أن تسمع الارتسامات ديالها حول هذا اليوم ديال التكريم ديال قيدوم مسيري كرة القدم بمدينة القصر الكبير. شكرا زميلي سي الغالي، كنشكر جميع الاخوان المتعاونين معكم في هذا الموقع ديالكم في الاذاعه، كنشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوه، وانا جد سعيد بتواجدي هنا بمدينه القصر الكبير لحضور حفل تكريم احد اقطاب كره القدم الوطنيه، اقولها بكامل وافهم ما اقول، احد اقطاب التسيير والتنقيب الرياضي في مجال كره القدم. يتعلق الامر بالسي محمد الشرقاوي اطل الله في عمره، هذا الحفل التكريمي اللي نضوا واحد المجموعه ديال الاخوان يعني متطوعين ونضوا وداروا ردوا الاعتبار لهذا الشخص هذا اللي قدم وفنى الحياه ديالو ومازال فنى الحياه ديالو في سبيل الرياضه وكره القدم. كان ينقب عن الابطال وعن لاعبي كره القدم، ومن ضمنهم راه حضروا مجموعه ديال النجوم، من ضمنهم النجم الكبير الذي انجبته مدينه القصر الكبير اللاعب الدولي الكبير عبد السلام الغريسي. عبد السلام الغريسي غني عن التعريف، فهو من اللاعبين الكبار الذين عرفتهم الساحه الكرويه الوطنيه. من اين اتى هذا الغريسي؟ لقد اتى من مدينه القصر الكبير، وعلى يد من اكتشف؟ على يد السيد محمد الشرقاوي الذي احتفلت به المدينه اليوم. مدينه القصر الكبير مشكوره بكل فعاليتها الاعلاميه وفعاليتها الاداريه، السلطات المحليه وكذلك الجمهور الرياضي الكريم الذي لم يبخل في هذا اليوم بالحضور ومؤازره ومسانده السي محمد الشرقاوي. انا جد سعيد في هذا التكريم، بهذا التكريم الذي حضره ايضا لاعبين كبار يمثلون كرة القدم الوطنية، ويتعلق الأمر بقدماء النادي العتيد العريق نادي الجيش الملكي بنجومه الكبار الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن القميص الوطني وأيضا القميص العسكري من خلال مباريات إفريقية ودولية. كانوا دائما يعني كيعطيو واحد الدفعة قوية لكرة القدم الوطنية بفريق الجيش الملكي، كان هو القاطرة التي تجر وراءها الأندية الأخرى كالوداد والرجاء والمغرب الفاسي ومجموعه من الانديه الاخرى وكوكب مراكش الى غير ذلك. لابد ان اشكر مجموعه من الاسماء اللي جات لبات النداء من نادي